بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكرام، في البداية أتقدم لسيادتكم ولجموع الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأتوجه بالتهنئة لأهالي شمال سيناء بعودة قطار التنمية لنقل الركاب والبضائع بعد 57 سنة من التوقف. وفي إطار توجيهات فخامتك يا فندم بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وإرساءً لمفهوم التنمية المستدامة للدولة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية، والتي لن تتحقق إلا من خلال توفير شبكات النقل والنوال البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، كان لزاماً علينا وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل. وأود في إيجاز أن أعرض على سيادتكم ما تم التخطيط لتنفيذه وما تم تحقيقه حتى الآن، وما سيتم افتتاحه اليوم من مشروعات من محطة قطارات صعيد مصر اللي سيادتك بتشرفنا بافتتاحها النهاردة. أولاً، مشروعات السكك الحديدية. بدأ إنشاء شبكة سكك حديد مصر سنة 1851 في عهد الخديوي وعباس الأول، وتم افتتاح أول خط في هذه الشبكة اللي كان القاهرة اسكندرية بطول 208 كيلو متر سنة 1854، وكان عدد سكان مصر آنذاك حوالي 4 مليون نسمة. وتم التوسع في إنشاء الشبكة تدريجياً حتى وصلت أطوالها إلى 10,000 كيلو متر طولي حتى الآن. تولت أعمال التطوير والصيانة لخطوط الشبكة على مدار 160 سنة من 54 حتى 14، ولكنها لم تواكب معدلات السلامة والأمان العالمية والنمو السكاني الكبير خلال تلك الفترة. وتم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية من وحدات متحركة وبنية أساسية ونظم إشارات وتحكم وتطوير ورش والعنصر البشري، ترتكز على خمس محاور رئيسية، وذلك بهدف رفع طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة. فمثلا اللوحة اللي قدام حضراتكم دي بتقول إن احنا طاقة نقل الركاب في 2014 كانت 700 ألف راكب يومياً، النهاردة 24 وصلنا إلى 1 مليون راكب يومياً، مستهدف إن شاء الله 2 مليون راكب يومياً في 2030. أما طاقة نقل البضائع كانت في 14 4.5 مليون طن سنوياً، حالياً في 24 8 مليون طن سنوياً، بينما من المستهدف أن تصل إلى 13 مليون طن سنوياً في 2030. ثم رفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات. اللوحة اللي قدام حضراتكم دي بتقول لو احنا عندنا 50 شاحنة شايلة 50 كونتينر مشت لمسافة 100 كيلو بينتج عنها انبعاثات كربونية حوالي 20 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون. أما لو جرينا بجرار ديزل ال 50 حاوية دول على 50 عربية سطح ينتج عنه انبعاثات كربونية حوالي 4 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، يعني خفضناها إلى 20%. أما لو أطرناها بجرار كهربائي اللي هيدخل إن شاء الله الخدمة في نهاية 25، الخمسين حاوية هينتج عنها انبعاثات كربونية حوالي 1 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، يعني نزلنا إلى 5%. بالنسبة للوحدات المتحركة، إحنا وردنا يا فندم في الفترة اللي فاتت 210 جرار جديد. الجرار ده يا فندم بالمناسبة جبناه في سنة 2021 لما كان الجرار ب 2.7 مليون دولار، كان الدولار ساعتها ب 16 جنيه، يعني ثمن الجرار تقريبا 40 مليون جنيه. النهارده الجرار ب 4 وب 4.5 مليون دولار، لو ضربنا في 50 النهارده يعني 200 مليون جنيه، يعني لو كنا تأخرنا يا فندم كنا خسرنا كتير قوي. أعدنا تأهيل 97 جرار من إجمالي 220 جرار مخطط إعادة تأهيلها، وإن شاء الله بإذن الله هنكمل علشان ما نشتريش جرارات جديدة تاني بعد كده. توريد 977 عربية من إجمالي 1350 عربة ركاب جديدة من العقد الروسي المجري، وتوريد 6 قطارات تلجو فاخرة من شركة تلجو الأسبانية. أعدنا تأهيل 1354 عربة من إجمالي 1404 عربة تحيا مصر مخطط إعادة تأهيلها ومكملين إن شاء الله. إعادة تأهيل 99 عربة أسباني من إجمالي 110 عربة مخطط تأهيلها. بالنسبة لعربيات نقل البضائع، وردنا 582 عربية نقل بضائع من إجمالي
1215 عربية نقل بضائع طرازات مختلفة من مصنع سماب التابع للهيئة العربية للتصنيع، ولأول مرة في مصر فنم الثلاث عربيات اللي على اليمين دول، عربية ثلاجة وعربية نقل غلال، حتى لا نهدر كيلو جرام واحد من الغلال أثناء التحميل والتفريغ، ثم عربة قلاب لنقل الطفلة والبازلت وكل الحاجات الجافة اللي احنا بننقلها. أعدنا تأهيل 5000 عربية نقل بضائع من إجمالي 9000 عربية كانوا موجودين عندنا طرازات مختلفة في ورش السكك الحديدية. بالنسبة لعربيات النوم اتعاقدنا على شراء 7 قطارات نوم فاخرة جديدة لتقديم خدمة فندقية متميزة ولخدمة السياحة بالأساس. أعدنا تأهيل ورفع كفاءة 121 عربية الأسطول اللي كان عندنا من سنة 1881. في مجال تطوير المحطات وإنشاء محطات جديدة طورنا 310 محطة من 708 محطة موجودة عندنا، وكان أشهرها محطة مصر بالقاهرة ومحطة مصر بإسكندرية. في ضوء توجيهات سيادتك يا فندم بضرورة وضع حل لمشكلة الازدحام بميدان رمسيس وبمحطة مصر، تم التخطيط لإنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل على مساحة تعادل 4 أضعاف مساحة رمسيس الحالية. كان الهدف منها هو تخفيف الضغط على محطة رمسيس من خلال جعل محطة بشتيل محطة نهائية لقطارات الصعيد، رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمي، إنشاء ورش جديدة لصيانة العربات والجرارات لتحسين مستويات الصيانة، التوسع في إنشاء المحطات التبادلية بين وسائل النقل الجماعي المختلفة، تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال توفير محطات نقل ذكية تتواكب مع الجمهورية الجديدة.